عقد المرشح الرئاسي دكتور عبد الصمد يمامة رئيس حزب الوفد مؤتمرا انتخابيا بمسقط رأسه بقرية منيل شيحة مركز أبو النمرس بالجيزة، وبذلك يكون هذا المؤتمر الانتخابي الختامي للحملة قبل بدء موعد الصمت الانتخابي والذي يبدأ الجمعة وقبل يومين من تاريخ الاقتراع، حيث يتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الداخل. ده موطن ومكان وميلاد وبلد الدكتور عبد الصمد يمامة، فأهل بلده مصممين وإحنا كلنا جايين عشان خاطر الدكتور عبد الصمد يمامة. دولة قايمة بواجبها، في نزاهة، في حيادية، في كل اللي إحنا عايزينه بيتعمل. النهاردة إحنا بيقول أنا يعني دخلت هذا المشهد السياسي من أجل المواطن المصري ومن أجل الدولة المصرية ومن أجل المشاركة الإيجابية ومن أجل أن يشعر المواطن المصري أن هناك استحقاق حقيقي، أن إحنا على أبواب الديمقراطية الحقية، وده يحسب برضو للنظام الحالي أنه إتاحة الديمقراطية وإتاحة الترشيح. منيل شيحة تعتبر مسقط رأس الدكتور عبد الصمد، ومواليد منيل شيحة بمحافظة الجيزة، والنهاردة إحنا بنعمل حشد، يعني في حشد كبير للدكتور من عائلات جنوب الجيزة، أبو النمرس ومنيل شيحة وشبرمانت وطموه، الناس دي كلها جاية عشان تساعد الدكتور وتقف جنبه. والدكتور عبد الصمد يعني قيمة وقامة قانونية كبيرة، كل جنوب الجيزة ووسط الجيزة وشمال الجيزة يعني إن شاء الله في ظهر الدكتور عبد الصمد.